الهليكوبتر ايوه فانا اقول لك الموضوع عدد ثلاثة وش نسوي طيب علمنا ايش نسوي واحد اثنين ثلاثة واحد يا عمر يا زيد الله يسعد امك يا عمر يا زيد يسعد امك بيجون بزعة الروسي خسي الروسي واللي معه ترى ايوه ترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احمد وشنق سبونج مقطع جديد ادري بتسوي سكيب لك تبي تروح تشوف المقطع بس ترى لو ما سمعت المقدمة راح ما تفهم شيء من المقطع بكيفك تبي تروح تشوف شوف كيفك الزبدة كل ما دخلت ونزلت مقطع في اليوتيوب لقيت لي 5-7 كذا اشخاص اعمارهم ابو 3 ايام وخمس ايام كذا صغار مرة يمسك الكيبورد ولا الجوال يكتب ابو بونج نزل جراند والله والله ديسلايك ليه ديسلايك الدنيا مو كذا جراند في يوم جراند وفورت بيوم فورت والالعاب باقية في يوم الالعاب باقية ما في ايام القناه ملخبطه خلاص سوي ديسلايك ما لا لا امزح يا عيال اسمعوا الالعاب اللي انزلها لك تطرون فيها جراند والالعاب اللي انزل فيها جراند تطرون فيها جراند يعني اليوم اكتبوا في الشات اللي تبغون فش والله ليش مقدماتي خايسه يا سويت سكيب سوي سكيب والله لا اكمل اللي بيطالعني الحين اقسم لنا اسطوره اللي بيكمل ما يسوي سكيب على المقدمه الزبده مالكم بالطويله انا ادري ان في ناس يبغون مقطع نص ساعه ساعه يا عيال يا تبون تشوفون جراند كثير كل شوي ما تكتب في الكومنتات تابعني على تويتش عزيزي وحبيب قلبي نور عيني عصير حياتي بطاقسي روح تابعني بتويتش ترى ابث 4 ساعات جراند ايش ما تروح تطالعني هناك الزبده الرابط تلقونه تحت وغير كذا مقطع اليوم ترى فيلم مقطع اليوم فيلم والله يكلموني بي 2 يبون يعرضونه على بي 2 والله لا ابيع عليهم ما اعرضه ببلاش الزبده انها 6 ساعات تصميم والله اني تعبت تعب غير طبيعي على المقطع اتمنى انك ما تقصر معي وتعطينا لايك اذا شفت المقطع وعجبك اذا ما عجبك برضو عطني لايك لا لا امزح المقطع اليوم فيلم لازم تفهم الشخصيات اللي موجوده قدامك في المقطع وبس الله يسعدكم يعلم الله انه ما يحمسني الا كومنتاتكم اللي اقراها وتفاعلكم اللي يخليني ابي اسحب على كل شيء وانزل لكم اللي تبون شكرا يا عيال الله يعطيكم العافيه فاذا انت عزيز المشاهد جديد على القناه ودك تشترك والله انا الساعه المباركه وانا ورا توسفرت واذا انت قديم فعل الجرس بس تعرف وش تسوون يا سواحات الله يسعدكم مشاهده ممتعه صلوا على نبينا محمد ومال الكريم انا بروح الجراج اللي قدامكم يا ربي يخوف الهليكوبتر والله ما نقدر نسوي سيناريو سعد الهليكوبتر مزعلتك علمني بس هاي ابو فايز عشان تتبنى لو طلقت عليها ابو فايز هي مزعلتك لا صدق والله عيد طاقة اسدحها يا ابو فايز ها احنا اللي بنزعلهم الحين خلاص عليه ابيض وجه ايوه هلو شنق بنك هلا رزق هلا هلو شنق بنك هلا شنق بنك يا ولد خذ تبي تقزز لا ما ابغى اقزز ابي اعرف ليش تسوي ستريم سنايب لا تزعج يا اخوي خلاص بروح اجول راح اجزز اسحب عليك الهليكوبتر مين مريحتني مره يا عاد كذا بعد اذنك عندك ثاني اشاره اسكت على علامه الرضا يلا السلام عليكم شوي شوي لا لا صار يا للزق يا للزق من فضل الله مسككم طرحكم طا 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 توخر راعي السياره يرجع مو انا ماني راعي السياره راعي السياره تبي راعي السياره هذا هو شوفه قدام انا ابغى راعي السياره الحين هذا هو يا فار ما شاء الله هليكوبتر الله احب مشبب ايش رايك تنزل عندنا هنا بعد سولف مع مشبب تعال ابغاك يقول لك مشبب انزل انزل يا مشبب يقول لك تعال سريع مره ذا يمشي 500 يا احمد همت والله يمشي 500 وين يا معوس اركب خليه اشرح نوصل الهليكوبتر الهليكوبتر وين الهليكوبتر روح لا 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 ما عليك بينزل اصبر لا بدون خط دعست الله ان شاء الله لا خلاص ايوه الحقه ناصر ممكن الحين ايش بيسوون فينا اصبر اسمع ناصر اسمع العلم اوكي شفت اللي اسمع علي ركز معي حطها فيه اللي اسمع علي هو اللي خذاه اول شيء قول اسمع طيب اسمع السيناريو اول شيء انت
كنت ابغى تركب سيارتنا حلو، سيارتنا صافة جنب الهليكوبتر، ضغطت حق اللي يركب وركب لك الهليكوبتر، طلق عليك العسكري نزلت على طول، جاء اللي يسمع علي ركب السيارة، جيت انا طلقت عليه ابغاه ينزل عشان ما يضرب السيارة وانفجرت وطاحت علي الهليكوبتر ومت. اوكي ابغى على رتبة، ابغى على رتبة، مين على رتبة؟ هو هذا فايز. اوكي كاذب. السلام عليكم يا وخر. بسم الله. لحظة انا ايش تكلبشت؟ يلعب كنترول يا اوكي لانه في سوء، في سوء فهم بالضبط يا شباب، في سوء فهم يا حضرت الضابط. بس بشرح الموضوع هذا وين بوديني، بس بشرح الموضوع وكملوا ودوني القسم يا شباب بتكلم. بس ودوا القسم، انا بجي اكلم القسم. يا ليل الزق. ابو فيصل ودوا القسم، انا بكلمه في القسم، بكلمه في القسم. يا ابو فيصل والله انك مقروشني في حياتي يا ابو فيصل. في مشبب ذلك مشبب على الهليكوبتر حاقد علي ترى واقف عندي. ما عليك ما عليك ما عليك والله يا ابو فيصل ما تسلم. والله يا ابو فيصل يجي يومك. جيب لي جيب لي جيب لي جيب لي جيب لي شت. ايوه هذا هو هذا هو هذا هو راعي الجري، هذا هو راعي الجري، هذا هو سنج بونج سنج بونج. لا تحطه فيني لا قوم الحنقيره. ناصر حطها بعلي، ها حطها بعلي يا ناصر. يا حضرة الضابط هذا اللي داخل. وين راح؟ لا تطلعونه، لا تطلعونه علي، حرام عليكم تطلعون علي. ما طلعناه ما طلعناه. علي علي هو راس البلا كله، هو علي هو راس البلا كله. خلاص منسجون يا الحبيب يا مواطن. طيب انسجن سجن سجن هذا رجع. طيب اتكلم بس اشرح لكم الموضوع باختصار. في واحد من الشرطه طول الله في عمره نزل بالهليكوبتر في الارض. طيب ايوه صادف ان الموضوع يوم هبط على الارض سيارتنا كانت جنبه. تمام وانا شاهد على ما يقول. ود فوق ود فوق صار هنا. ما ادري انا وين وديته علي اللي اشار لكم عليه. هذا الشخص هو هذاك علي راح 40 شهر، التهم كله واضحه عليه. ممتاز. طيب الهليكوبتر حقت حضرت الضابط مشبب اصفطت جنب السياره حقتنا. الاخو في الله اللي اسمه ناصر الله يصلحه هو شويه استعجل، كان يبغى يركب السياره لكن بقدره واحد احد ركب الهليكوبتر بالغلط. تمام اللي صار انه يوم جاء استاذ مشبب طلق يبغى يحسب انه بيسرق السياره، جاء اللي اسمه علي ركب الهليكوبتر معاه، هليكوبتر مسكها علي الحين. جيت انا ابي امسك الشخص هذا اللي ركب الهليكوبتر بساعد الحكومه، ما يصلح يصير الكلام هذا. فطار. ايوه انت كيف تصفط اصلا في مكان مو مؤهل للهبوط؟ هليكوبتر وقف عند كراج سيارات ومخليه مفتوح. كيف تصفط هليكوبتر في نص جنب سيارات؟ ما يصلح، انا كيف نمشي؟ هذا حضرت اللواء معليك معليك منه، انا هذا تفاهمه معي. ادغدغ قدامك. ايوه دغدغ دغدغ، انا بس ادغدغني معليش. ايوه يا حضرات الضباط 70 جلدة حق الشرق يا ضبابيط. وش اللي ضبابيط؟ احترم نفسك شوي. ضباط شرطة شرطة شرطة. لا 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 صار انقلاب امني. الله يقويكم الله يقويكم. ايوه احنا انا بدخل فانا اقول لك خلينا نكمل موضوع نتمشى ايش رايك. كويس فيطول عمر السلامة. اللي حصل ان كان الموضوع لا قدر الله ما شاء فعل. اقسم بالله بعد عد الثلاثي هذا لك الموضوع. عد الثلاثه وش نسوي؟ طيب علمنا ايش نسوي. واحد اثنين ثلاثه واحد. ناصر ناصر هرب. بالغلط انا ضيعت زنزانه فوق. ارجع زنزانه وما عاد بتكلم. خلاص نزلني نزلني ما عاد بتكلم والله العظيم. خلاص خلاص على الغلطه اللي سويتوها انكم ساعدتوا العساكر والعساكر عدد كافي ما فيه لازم ضربتكم خمس مرات. ايش 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 لا 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 انا والله العظيم اللي ضربته بالغلط ما قسما بالله والله. وخر يا ولد. معلش معلش الباب ليش تجي على الباب؟ خوي هذا خليني اشوف ميت عيال ميت هذا ميت هذا ميت هذا منسدح هذا منسدح ني والله العظيم اي هذا العسكر كم خليني اتاكد. لا لا ورب الكعبه بالغلط قسما بالله بالغلط والله بالغلط ورب الكعبه بالغلط والله بالغلط والله العظيم بالغلط خلاص خلاص خلاص. يا علي يا راعي الكابرس حرك. اه اشتغل خضر ماني محرك سريله كان مع ال مع العسكريه يا راعي الكابرس انا استاذنكم انا استاذن يا رب. فقف 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 انا استاذن اوكي انا يا بونا والله غلط غلط غلط. لا 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 لا
انزل من السياره. اسمع سكر فمك يلا الحقني جيبني والله لازم والله لازم والله لا اركض اركض اخوي عامر اركض 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 علي علي يا علي يا خويي علي يا خويي لا حرام عليك اركض اركض والله ما خليني اصطب العسكري اصطب العسكري اصطب العسكري اذا مسكوني الشرطه والله لك $50 يا علي اهرب اهرب يا علي اهرب يا علي يا علي اهرب يا علي اهرب يا ويلي اللي ورانا مين وين رايح لا يا علي بموت ولا ايش ناصر ناصر ابغاك تبرني تهربني برا الحدود تكفى يا ناصر الدوريات كلهم يلحقونا اسبن يا علي اسبن اسبن يا علي صوت 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 ايش داخل فايت يا علي علي صدمك والله على جنب يا نبغى نتعشى نبغى نتعشى ما تعشينا وخر نبغى نتعشى وخر سلاح مرفوع عليك يا الحبيب سلاح مرفوع عليك اي سلاح علي اسمع الخطة علي خذ سيارة من سياراتهم وزرها منهم اهرب وانا معليك نتعشى يا ولد اي نبغى نتعشى لين ما يجينا الدعم بسرعة ناصر سعد تعالوا لنا بنص الشارع تكفى يا ناصر دورنا قاعدين يصدمونا ناصر هذا كنت ناصر اسمع كفو ناصر وقف 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 انزل السيارة وارفع يدك يا مواطن وانت بعد حرك موقع حرك موقع حرك موقع لا لا تسر انزل السيارة انزل السيارة ما اقدر ما اقدر انزل يا حضرة الشرطي ما اقدر انزل انا مخطوف خطفني يا علي علي خطفني انا مسكين اركب اركب والله ما خليك انا اسف انا غلطت بحق انا اسف معي فورتنايت يبي نروح نلعب فورتنايت في ون $50 ما يمسكوني الشرطة انا بنزل 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 لا لا بنزل 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 يا الله يا رب يا الله يا حبيبي يا الله يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن والله ما بين شاك فراتنا دايري يمسك امها دايري جنن امه يا ناصر دخلها هواي طلع الله يلعن شكلك مؤبد سجن مؤبد يا عيال سجن مؤبد نصر 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 في عذر انا اتوقع منه مؤبد مع قصاص شكل اعدام عند الحديقه الملكيه اعلان اعدام ثور وبقره وش العذر بسرعه بسرعه خلنا نفكر خلنا نفكر خلنا نفكر خلنا نفكر الملك راح يجي هنا لا اسمع نصر انا بقول لك التالي انا كنت ابغى اركا ادخل السجن لكن جاء علي وخطفني علي قال لي ليش يا ليش هذا ليش تتهمني ليش اتهمتني وخليتني مسجنوني قلت انا ما اتهمتك قام بقس العسكري وخذاني خلاني اركب معه جيت انت بتفزع لنا لكن شفت ان الوضع دقيقه علي ساعدني علي علي والله لا اعطيك جائزه تواصل معي على تويتر طيب ناصر 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 ركز معي ناصر ركز معي ركز معي ناصر كنا دقيقة القانون لا يحمي دقيقة الجنون القانون لا يحمي الجنون بالمغفلين نصر تبقى بقشه بقشه بس خلي صحيني خلي صحيني اول خلي صحيني انا بقشه انا بمالك مالك يا صحاني بقشه وباخذ الموتور بس بركب معك على طهل ما بيتحلل والله انا مزمت مكلفه قمت مكلفه ناصر رجلي ناصر رجلي رجلي ناصر لا 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 لا
انا مجنون انا مجنون انا ما اعرف ايش قاعد اسوي. القانون لا يحمي المجنون. انا انجنيت انا جالس اركض ليش؟ انا يدي مربوطه ورا ظهري ما ادري ايش السبب. انا شكلي انا طحت على الارض. انا مجنون انا انجنيت انا بقره. والله جت والله جاء غان ابو فيصل جاء احمد. لا لا والله ما يدرون عنك. بالله دقيقة بس دقيقة عطوها ضربة خليها. انه شوفك شوفك روح البحر روح البحر روح البحر. ايوه سباحة سباحة ضربتك. ايوه ايوه صار عليك ما يهم عليك. اصبر اصبر روح روح اصبر اصبر شوف يا دوري شوف متي انا ما يهم عليك. اصبر اصبر روح روح اصبر اصبر شوف يا دوري شوف متي انا من هذا علي يا علي اسطورة يا علي اسطورة يا علي معليه معليه شهيد شهيد هذا هذا دام جلسني بحضنه. ناصر نغني لهم ما عندهم سجل. من اللي انا بحلم بي مش قادر اخبى انا تاني علي. انا من اول ما قابلت عيني ناداني حبيبي تاع حياتي وعمري اللي انا يلا نمر ايوه بس 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 وقف الصوره هنا. لازم اشرح لكم اخواني. انتم تحسبون الاكشن بدا؟ لا 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 تونا فتح يا عليم. ركز معي عزيزي المشاهد الان. تشوف الثلاث مواطنين هذول اللي قدامك انت تحسبهم ناس عاديين وانا كنت احسبهم مثلك. لكن انت شكلك نسيت ان ابو فايز كان معنا وتحسب ابو فايز كان يتمشى ويتعشى واحنا قاعدين نفقع. لا 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 ما كان يتمشى ولا كان يتعشى. كان يكلم اكبر عصابه بالسيرفر. اي نعم الاشخاص اللي تشوفهم ثلاثه قدامك ما تحسبهم اي ناس. ديمون هذا الشخص الاول. البطه اللي تشوفونها قدامكم هذه خريج سجون وافضل ايم ممكن تشوفها بالسيرفر. ما بقى شرطي ما سلم منه مجربع ام الحكايم. تي بي اي ساو برضو خريج سجون واكبر مروج مخدرات في العصابه. طلع ودخل السجن اكثر من 35 مليار مره وهو الان ينتظرنا عند الباب. تحسبوني خلصت؟ لا ما خلصت. تشوفون اللي لابس قناع اللي وراء هذا ما لبسه من باب الطاقه. لا 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 لا, لا, لا. هذا رئيس العصابة اللي ما عمر ولا شرطي مسكه ودخله سجن ومجربع أم الحكايم من عام 2007. اي نعم أبو فايز راح تواصل مع العصابة وضبطهم بحيث أنهم إيش ما بحرك. بتشوفون المقطع مشاهدة ممتعة. لا تنسى اللايك وجيب مسليات مفرحات الأكشن بيبدأ. السلام عليكم. وينك سال؟ سال ناصر في الكوك. ناصر في الكوك في واحد بيضبطني بس اصلا تعلم احد مشبب يعني تسكتني شباب يضبط يعني غرامه الاسم الروسي هذا اللي دخل رئيس. طيب الغرامه ما عندي مشكله. كم قولي لي كم تبي بالضبط بس انا فكني من السجن لاني انا ما حاولت. انا بالغلط انا كنت ابغى ادفع بس بقسته ويمشي. انت سنت واحد من المصايب اللي سويته تجي اسمع. شرطه شرطه في مشكله فوق يعني ابشر. طيب اسمع يا طويل العمر. انا راكب مع واحد من الشباب وكنا واقفين عند اشاره وجاء واحد صدمني كذا. تخيل عاكس الشارع وصدمني عند الاشاره واحنا واقفين عند الاشاره وينزل ويقولوا انتوا ليش تركت سيارتي مدري وشو. جاء الشرطي هذا الله يعطيه العافيه مسكه. حلو ايوه شباب تسمعني الله يعز ارضك. يطلعك تفكني بدك تفكني. الله يسعد امك يا رجل. الله يسعد امك يا النشبي. الله يسعد امك نصر. يلعن ام القوة يلعن ام القوة يسعد لي امك قسما بالله. والله نبغى الله يعز ارضك. الله يعز ارضك يا ذا المشبب. والله لعشيك ودنا مطعم بسرعة. نصر نصر وينك بسرعة بيرميني عندك. اخلص تكلم وما قصرت ما قصرت. بيض الله وجهك والله يزوجك 13 لاهن 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 فديتك فديتك نصر. دوريات تدورني دوريات تدورني. بشتري لي بيبسي. ايش عندهم؟ ساندويتش لبنة مع زعتر ما ابغى. صاروخ شاورما مع زيادة مايونيز ممتاز. قهوة سوداء كابتشينو كروسان بالتونة. كروسان بالتونة جيب ثلاثة. والله عطنا 12 كروسان. امشي امشي امشي. الله يعز ربك. افقع 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 افق
يا معوس يا عسعس شباب يا ويلي على يصيدني فايز الضابط يجرب فايز جايكم فايز قاعد يلحقكم كذاب بسرعه بسرعه دز دز لازم نطلع برا الحدود لازم نطلع برا بطلع الرشاش اوه شيت ما عندي رشاش ما عندي يلا يا شباب تراهم جايين برا الحدود هم العيال اوه شيت شيت ويلي رزق قدامي 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 قدام الموضة هرب السجن قدامي توجهوا لي دعم سريع وحدات توجهوا تعال طب علي طب علي انفرد معي انفرد معي انفرد معي انفرد معي فيه يا مواطن يا مواطن ارفع يدك يا مواطن مكان محاصر ارفع يدك ارفع يدك رافع عليك سلاح انا رافع عليك سلاح ارفع يدك ما تخاف قدام 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 تلقاهم على الدائري قدام 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 سيدا فايز تلقى فايز معهم الله يعز ضربك ما عندي صاص ذبحته الله يستر امك مركب موتره مركب موتره احمد باند 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 مش مش وقف وقف ما خوي 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 ركب معنا ركب معنا ركب هذا بروح حدود بروح حدود ركب معنا ركب 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 ارجع 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 خلنا خوينا شرطة احمد جيتك بسيارة الشرطة تخش هذا انت اللي والله لا مو بنا اللي انا الثاني يا راح سيد سيد ارجع 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 ورا ورا خوي خوي مش مش داور مش مش داور مش داور 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 رعيك تلقى رعي كورد رعي كورد رعي كورد رعي كورد لا لا اصبر اصبر دوري دوري مالي مالي وخر وخر اذبحك وخر يرعي الكورد وراك 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 رعي لك رعي لك كورد رعي لك كورد بسرعه بسرعه وقف 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 عندك وقف مسيرة الدورية نقص مسيرة الدورية وقف 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 هذول اخويانا 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 وقف وقف بسرعه 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 عطاهم براغ كذب ووجه على راعي الشاص الله يزعلك الله يعز ارضك يا مشبب الله يعز ارضك احمد راح اغير ملابسك على طول اي بسرعه بسرعه ودنا نبي نغير نبي نغير ملابسنا يا مشبب تكفى لا 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 مشبب الله الله لا يهينك يا مشبب دام معنا مشبب غدرت في الشرطه خلاص مشبب غدرت يا عمري ركب 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 انا بالاعدام انا مشبب بالاعدام مشبب خربها مشبب خربها عشاننا عز الله يعزك يا مشبب حد كان نروح له مشبب وجهنا مشبب وجهنا وجهنا تحفظ المدينه انزل ليش حقي عندي بيت هنا ابوك تروحوا له وجه بيت وجه بيت ما عليك بدنا اللي ما تطمعين انهم ما يمسكونك لين ما يمسكون يا رجل شو بيصير له شاش راسي والكف لا شاش راسه ما تقرب على المسارح والكراسي يا ولاد الامن وشبع سجلوا ذا الليلة باستثناء سياسة استجن الهاجسة ودور حماسة واشعل الميدان بالشعر الحماسي بحرق الشباب ايه ولا مقر للشرطة نسوي مقر لا العصابة هو حلو حق عصابة ايه شرطة ورانا شرطة ورانا دز 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 ناصر دز ناصر دز تكفى ابطلق عليه ابطلق عليه روح 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 لا شرطة بجد كفرات بجد كفرات بصراحة يا أحمد وناصر سعد حنا في جرية ما إحنا سعد والله ما أدري وين ورب الكعبة إني ما أدري فاقعين سيارة دورية برا ويلحقونا دوريات الحين معليش معليش يسار 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 وين تعال تعال بنسوي سيناريو إحنا دخلوا دخلوا ترى تقريبا إحنا ستة يا عمر يا الله يسعد أمك يا عمر يا سعد أمك يسعدنا هذا العجب يا الله يا قوتك يا مشبب يا الله يا قوتك يا مشبب يا الله يا قوتك يا مشبب يا اسطوره يا ساتر يا عيال شوشت والله شوشتي على من قوه الانقاذ عم المكان يا عمري ايش هذا وين 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 صير صير عندك لا 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 ما نبغى احد يموت ما نبغى احد يموت لا احد يموت انتبهوا هنا تحط الرهائن عندك هنا يا سلام قفص حيوانات عندك هنا في الصرافة ومسيد مسيد ما في ما في أسلحة مزبونة ما في من 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 سعد سعد من 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 اضغط على طول سهم تحت انتر اوكي حط لك ست احنا الحين يا طويل العمر في اخر البيت في اخر البيت يا يجون من قدامنا يا يجون من عندي من هنا اوه حاصرناهم يا عمري طيب انا كانت معي اسلحه اشتريتها اول كيف اموركم؟ والله ما اقول لك ما معنا اسلحه ودحمونا الشرطه
اما ديما بنجيكم نبي نفزعلكم وينكم؟ افزع لنا دقيقه بعلمك. اي وينكم تكفى؟ احنا بنجيكم وينكم بس مو ما في فجعه 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 مشبب 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 وينكم وينكم احنا بنجيكم بس وين كان يقول وين يقول وينكم ما في فجعه والله احنا ودي الروس ستة بيجون بيجون ستة بيجون بيجون معهم اسلحه الليل الليل ايه يكلمهم كلهم خوي معي معي يا عيال ايش صار؟ يقول له يرد على الروسي يقول له يرد على الروسي يكلم الروسي يكلم الروسي يكلم الروسي ايش صار ايش صار يا ناصر ناصر ايش صار؟ بيجون بزعه الروسي خسي الروسي واللي معه ترى ايوه داهم ترى داهم وينهم؟ وينهم؟ فيصل الحين بيجيكم الحين الله يعزكم والله كيف تلعبون يا الله يا عيال اقسم بالله محشورين انتم مره حنا الان محشورين أربعة معاي بالضبط 60 طلقة بالضبط يعني أقشون فيها يعني خبط 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 جو 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 ها ممكن يا عيال جو باقي جو 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 وين تخبى وين تخبى وين تخبى معك جو يوم عندي جو عندي طيب وين تخبى وين تخبى اليوم اللي صار وين موقع وين موقع عشان جو واحد من الباب باب من الباب باب عندي انا وراكم اقول لهم يقابلون عند التفتيش شاعد شاعد عندنا عندنا مداهم عندنا مداهم شاعد عندنا مداهم يا اسطوره راح واحد راح واحد راح واحد راح واحد وش 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 كفر 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 وش ما تقدم ما بقدم ابغى ناس معي يا ربي تفضل احنا كب خلفي يا عيال بيجي مو طبيعي صوت 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 جيبوا معكم بلدول ابي واحد يصحيني ها مسكنه 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 لو تم لو تم لو تم لو تم لو تم لا لا لو فزعه فزعه هذول هم جايين في الطريق ممنوع تلوت العساكر حبيب خلاص حلال عليك شباب اذا ما هم هنا دز عندك والله انك خاين يا خاين بطلع منك انتظرهم من يومك عارف انك خاين ما تحترمني من يومي عارف انك خاين شباب كم باقي بس انتم الاثنين اي صاملين شلت واحد وشباب شال واحد يعلق عندي هو في فدا 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 هو ذبحني مشبب شوف كيف الامو معك لا لا مو مش... شي ابو فايز جيتو يسمع الرمي يسمع الرمي فايز في رمي برا اي انا ذبحني الاول ذبحني الاول اي طلع لكم اذا الشرط الكريه طلعنا 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 نعزل طلعنا نعزل طلعنا نعزل مشبب اي انا الامور طيبه برا مشبب الامور طيبه برا عندنا عندنا اخوان جو انتوا برا لا لا بنطلع الحين نطلع وين هذولك اشوفك 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 جايين هذول انتوا هذول انتوا هذول انتوا ويلكم ويلكم والله انكم ترحبون والله انكم ترحبون عليكم السلام هذا الاسطوره هذا مش لك ولا احد ياخذك واحنا موجودين يا مشبع عز الله يعزك عز الله يعزك والله انتبهوا لا تقتلوا بعض يا شباب لا ضغط 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 عشق